اليوم مين من العراقي؟ مين من العراق؟ شلونكم؟ الحمد لله زينين؟ شلونها بابل؟ بابل شلونها؟ زين؟ بس اكتشفت انتم كمان صرتوا تحكوا عراقي. نحكي تحكي عراقي؟ ايش دعوة؟ عراقي. لا انا بعرف بس هاي الغنية. لا احكي اكو مسائل ماكو تساهل بها عيني والله. شفيت شوبا؟ لا 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 شد اهلا مش لالي. شفيت شوبا والله حلو. شلون تحكي عراقي؟ كان عندك اكو وحدة. لا بحب العراق. موسع على العراق. انا بحب الكل يعني مش بس عوني. قلبك انا بحكي عراقي لاني عندي عاطفه خاصه تجاه اهل العراق وبعتبرهم اهلنا بلبنان. كمان انا اعتبر انه احنا شعب واحد يعني. صحيح. العراقي واللبناني وبالاخص لاحظت انه اكو جالية عراقيه صايره في لبنان يعني عايشة بشكل يعني في عدة جالية كبيرة وقديمة وحتى أصلا بروديوسر حديث البلد للي ما بيعرف بيريكو شا أصلا عراقي. للي ما بيعرف بيريكو شا اسمه بيريهان شلبي عائلتك وشا بالزواج وهي عراقية مش بس من أصل هي عراقية. شادا بدي اياك تغني على العين مليتين ليل لانه كلهم حابين يسمعوا اللبنانية والعراقية سوا على البلاتو. يلا على عين مليتين و12 مولاي جسر الحديد مقطع من دوس رجلاي على عين مليتين و12 مولاي جسر الحديد انقطع من دوس رجلاي ترن ترن ترن. شادا ولدت بكازابلانكا المغرب بثلاثة ثلاثة 2003. عندك اخ وحيد والدك صحافتك بالعراقي والدك صحافي ووالدتك مديرة مدرسة واثنيناتهم عراقيين مقيمين بالمغرب. بحياتك ما عرفتي ولا زرتي العراق الا بالصيف الماضي لما رجعتي واقمتي في حفل غنائي ضخم. شو كان شعورك لما غطت فيك الطيارة بالعراق؟ رحت يعني شو رح قلك احساس خوف اشتياق. اول مره راح ازور بلدي يعني تصوري هذا الاحساس نفسه راح ازور بغداد نفسها مش منطقه ثانيه من يعني مناطق ثانيه مثلا شمال كردستان واربيل يعني مناطق سالمه جدا مثل لبنان. نعم صحيح. بس بغداد نفسها هون الصعوبه لانه بس خلصت بوسط الاحداث وكنت انا قعدت في حطوني في المنطقة الخضراء يعني في الأوتيل اللي كنا قاعدين أوتيل فندق الرشيد والحفلة كانت برا المنطقة الخضراء كان حفلتين في منطقتين. نعم. نادي الصيد ونادي العلوية حفلتين كانوا رائعين جدا. بسطنا رغم أنه 12 بالليل في وقف حدر التجول. نعم. بس ضلينا لاثنين ثلاثة الصبح بنرقص وبنسهر وكلنا فرحانين وكلنا بنتمنى يا رب انه هيدي الفرحه تضل دائما موجوده ان شاء الله وتدوم. وبس مع الاسف اول ما رجعت اليوم اللي رجعت بعد يومين ثلاثه سمعنا انه في نفس المنطقه نفس الفندق اللي كنت قاعده فيه صار في بومب عليها. استهداف. حتى وزاره الخارجيه وكل هيدي المنطقه. فعن جد حزنت لهيدا الشيء لانه كانت بالنسبه لي بادره خير لي ولكل فنانين. وانت تعرفتي على هالاوتيل تعرفتي على هالمنطقه فحسيتي حالك جزء منهم. يمكن ومع الاسف صار هيك. بس اللي بدي اكده انه في سفرات ثانيه جايه لبغداد وراح روح وما راح اوقف ومش هذا اللي راح يوقفني ابدا.
شادا مثل الغنى شاطرة بالطبخ، وأكلتك المفضلة الدلمة العراقية أو المحاشي والسمك المسبوف. المسبوف مسبوف؟ شو يعني مسبوف؟ له سقف. بدها تكون خالتك كانت تعمل. خالتك بتعمل مسقوف؟ ولا ما بعرف، بس قاعدين بيت مسقوف. شو يعني سمك المسقوف؟ هو سمك من الوادي، من نهر دجلة والفرات. نعم. بياخدوه وبيحطوه في الفحم. نعم. ينعمل في الفحم وبينحط في مثل خشب. نعم. بينحط لا ليستوي، فبيقولوا على مهله. على مهله. لازم يكون طيب. كثير 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 رائع. طيب مرة جاية توقيك منه، بس بجيبه من المطعم. شادا بالأكل اللبناني شو بتحبي؟ بحب مجدرة. ما أكلي أنا والله بحب كثير المجدرة. أطيب أكل المجدرة. بموت فيها. بحب الكبة بلبن. نعم. كمان. وبحب اللوبيا برز. هذا الأساس. اللوبيا بزيت. لوبيا بزيت. فتوش. أكيد فتوش تبولة. هدول فتوش. جيت أنا. شو بين رحت؟ مارونة. فتوش ولا مارونة؟ بتاكل؟ ايه؟ بتاكل فتوش عم تحكي أكل. هلا المهم بالآخر ترى تتحلى بالسنيورة. أنا قد مطرح ما. على كارتك يا شادا؟ بدي قتلك يا صندري. مكتوب بدي قتلك يا صندري. لكن مش در له الايسر ابدا. ما هيك؟ شفت؟ شيء قريب. شيء قريب. شيء غريب. قبل احد ضيوف على خدك. او قبل احد الضيوف على خده. او ما في عندنا غير ضيف واحد. انت صديق البرنامج. اي انا صديق البرنامج. لا ضيوف البرنامج. اكيد. يلا. غيرك طبعا.